السلام عليكم والسلام على من رد السلام. يا ما تقول له رحمن موسى ابن الكاظم، ترى سلام الله على الكاظم مات مسموم. خوش حكي تقول له سلام الله على الكاظم، رحمن ربك، رحمن عزيز عزيز قلبك، لا تطلع على مود، لا تمرض العالم، تمرض اطفالك، جيرانك، تمرض الدنيا كلها، لا تطلع تشيل ايدك. سوى روحه مؤمن متقي قاعد بالجوامع 24 ساعة صلاة وصومة، ماكو ما يؤدي الواجب، ماكو ماشي عليه الواجب شرعا وقانونا. لو واحد قال له روح زور للكاظم وادعي لي وماكو شيء، ماكو كورونا، كفيكم هو الكاظم، ما يروح لو يحضر الكاظم. سلام الله عليك يا ابو الجوادية. بيناتنا العباس حتى آية راح ينزل بيهم الكاظم، يقول عمي لا تمرضون الواجب، لا تمرضون الدنيا، تشلوا قعدوا استهزوا كمان، صدق تحجون انتوا تشذبون. البارحة ملايين المصلين يصلون بالشارع، شو يومية جوامع فارغة، كبيركم العباس بس البزازين تقمز عليه. لين صارت ممنوعة وتأثر وتضر الخير، لا صارت العالم كلها محنكة، كلها جماعة ابو جهل، تقعدوا سكتوا. مو ايطاليا العظمى من بلد ايطاليا، هاي ايطاليا سلمت الامر، قالت الامر لله بعد، احنا ما نقدر نسوي شيء، انتهى الدرس. امريكا يقول لك لا تروح منا، لا تجي، بس عايزين الوادم بالبيوت، وانت طالع لي والله شنو كورونا، شنو كورونا، يعني هذا الجعل، كمية الجعل والخرافات، حتى انت تطلع لي من ورا مني. يقول لك والله احنا بلد الحضارات، جاب الحضارة ولك على كورونا، جاب بابا شو اسمه هذا، جاب الملوية، ايش حط الملوية على المرض، هسه انت تقارن ملوية بفلاونزا، شنو هالعقلية هاي؟ بروح اقعد ببيتك، رحمن ربيتك، سويت روحك متقي ومؤمن بحق هو الكاظم سلام الله عليه، لو ماكو شيء كان تاجر يلعبون جناز الحاويات وما اقدر اروح للكاظم، تمام ايه؟ تقوا الله، تقوا الله بناسكم، بلد شعوب عظيمة وبلاد عظيمة، تكنولوجيا وبالك عنا استسلمت، قالت احنا ما نقدر نسوي شيء، وانت شنو كورونا؟ والله يغثني كذا. شنو كورونا؟ شو تسوي كورونا؟ ابو البوح اقعد واسكت، العالم تمرضت، تمرض جهالك، هسه تروح، روح وخذ لك بيت منك، اجر جار مفروشه على ابو حدك.